شوفوا الله يجازيكم بخير. شوفوا هذا المنكر، هذا فاش راه هاد الدوار ديال تاع كنت جماعه وزاره اقليم بولمان، ها انت اربعه ولا خمسه د الكولوميت كيمشيو الناس على رجليهم هازين المريض، ها انت ما كان لا سبيطار، ها السيد غير المريض باغي الكوليك ما لقاتش الشوكه اللي يديرها لها. المراه حامله كتحصل، المراه مولات الشوكه كتحصل، مولات اي واحد كيحصل. حنا راه حنا منكوبين في هاد المنطقه هذه، راه حنا معزولين، راه ما كان لا جماعه لا والو لا برلماني لا حتى شي واحد، راه ما كانش اللي كيشوفنا، راه الجماعه كتاخذ الموارد ديالنا وما كانش اللي يفكر فينا. عباد الله اش هذا المنكر هذا؟ راه جنود الخفاء اللي وصلوا هذا الفيديو في الفيسبوك الله يجازيكم بخير يزيد ينشروا، راه كمان حدوا هذا ديالنا. شوفوا هذا، ها انت ها انتم ها انتم ها انتم شوفوا الناس، ها انت ها حنا كنت نتناوبوا على المريض باش نوصلوه على خمسه ولا سته الكيلومتر. ها شوفوا هذا المنكر عباد الله، الله ينصر الملك. هادشي راه خصنا يوصلوا باش يشوف فين عايشين الناس، باش يشوف فين عايشين الناس. ها انت الناس كيبداو يتناوبوا على المريض باش يوصلوه، لعل وعساك ما نشوفوا نلقاو اللي غادي يديه. احنا نهبطوا دروك نشوفوا واش نلقاو اللي يديه ولا ما نلقاوهش، نهبطوا للطريق. اش هاد المنكر عباد الله؟